خلونا نفهم أكتر على طبيعة هذه الأزمة بعد إذن حضراتكم. لازم نوصف هذه الأزمة، نشرح هذه الأزمة، ونشرح أهمية هذا المؤتمر. معانا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا سيادة السفير. سيادة السفير، يعني أنا كنت لسه بقول إحنا محتاجين حضرتك توصف لنا هذه الأزمة وصولا إلى أهمية هذا المؤتمر. أحب أضيف في البداية الحديث اللي تفضلت فيه عن أهمية العلاقات المصرية السودانية اللي بتقوم على روافد عديدة، لأن هذا الأمر هو اللي بيدينا لماذا هذا الاهتمام الكبير من جانب مصر بمواصلة الجهد الدؤوب للتوصل إلى تسوية للأزمة السودانية. العلاقات المصرية السودانية علاقات متعددة الروافد، زي ما حضرتك تفضلت، سواء كانت في ثوابت الجغرافيا او في وقائع التاريخ او روابط اجتماعيه ومشارك ثقافيه، فضلا عن رابطتين مهمتين جدا وهي رابطه مياه النيل ورابطه البحر الاحمر اللي تنامت وتعظمت اهميته في الوقت الحاضر. كل هذا بيتبلور في حاجتين اساسيتين: الامن المتبادل بين الجانبين، المصالح المشتركه اللي بتجمعهم واللي بتتجسد في إمكانية التكامل. وده في واقع الأمر بيخلينا نقول دائما أن مصر والسودان شعب واحد في دولتين. من هذا المنطلق نتكلم عن المؤتمر. المؤتمر واقع الأمر هو مبادرة نستطيع أن نقول أنها غير مسبوقة من جانب مصر، لتتأسس على مبادرة ما يمكن أن نسميها مبادرة مجتمعية، يعني تستند إلى المجتمع السوداني. ومصر في هذا الصدد أكدت على أن مبادئ أساسية واضح أن في توافق عليها من الشعب السوداني بكافة مكوناته. الحديث مثلا على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، الحديث عن عدم التدخل في شأنه الداخلي، الحديث عن أن المؤسسة العسكرية هي المرؤوس بها حماية الدولة وحماية مصالح الشعب السوداني، فضلا عن أن العملية الخاصة بالمبادرة أو بالمؤتمر تكون عملية سودانية سودانية، بمعنى أن السودانيين يمتلكون العملية ويديرون الأزمة في محاورها المتعددة. صحيح أن الشعار بتاع المؤتمر معا لوقف الحرب، لكن وقف الحرب الحرب نفسها أفرزت تداعيات، تداعيات تتعلق بالمسار العسكري، تداعيات تتعلق بمسار إنساني، تداعيات تتعلق أيضا بمسار سياسي، تتعلق أيضا بمسار إعادة بناء وإعمار. ربما هذا المسار لم يتطرق إليه المؤتمر، لكن ربما كان يمكن أن يكون هناك إشارة إلى هذا المسار قد يجيء في وقت لاحق، أو على الأقل يتم الإعداد له من الآن. ففي المسار العسكري كان الهدف الرئيسي، وأعتقد أن يعني المؤتمر انتهى إلى ما يمكن نسميه خريطة الطريق لإنشاء السودان الجديد. ألو؟ معاك يا فندم. إنشاء السودان الجديد، فواقع الأمر في هذا المسار كان هناك قرارات اتخذت أو مواقف اتخذت بين الفرقاء السودانيين. أحب أن أشير إلى أن المجتمعون من السودانيون هم فرقاء، ليسوا على قلب رجل واحد. كل له اتجاهه المتباين والمختلف على الآخر. نجاح مصر في أن تجمع هؤلاء الفرقاء معا فيما على طاولة واحدة، وأن يتوافقوا في الرأي على إنجاح المؤتمر في مساراته الثلاث، يعتبر إنجاز كبير. فالمسار الأول هناك يعني موقف بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، بالإضافة أن يكون هناك ترتيبات لضمان تنفيذ هذا الوقف بشكل دائم ومستمر، وأن تكون هناك آليات لتنفيذه ومتابعته ومراقبته. وربطوه بمنبر جدة اللي فيه قرارات أو إعلان بضرورة وقف الحرب، وأن تخرج قوات الدعم السريع من الأماكن التي تشغلها في العاصمة أو في غيرها من الأماكن. إذن هذا المسار تم تناوله بشكل شامل، لأننا سنجد أن هناك رؤية شمولية في تناول كل مسار، يعني نتناول الأزمة بشكل شامل في مساراتها الثلاثة أو الأربعة،
وفي كل مصاب بيتم تناوله بشكل شامل حيث تكون المعالجة شاملة. ففي المسار العسكري أشرت إلى كيفية أن الرؤية كانت شاملة، وتم التوافق بين الفرقاء، وأؤكد على كلمة الفرقاء هنا، على هذا المسار. المسار الإنساني نفس الشيء، تم معالجته بطريقة شاملة بين الفرقاء وتوافقوا على معالجته بسرعة وبكفاءة، وخاصة فيما يتعلق بدور المجتمع السوداني ذاته لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين وتوفير الدعم لهم. ثم أيضا دور لمنظومة الأمم المتحدة، دور للمانحين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ربما يمكن أن يضاف إليه عمل فاندريزنج من جانب أي من الدول أو أي من شعوب الدول التي تدعم السودان. طيب هنا أستاذ سفير، يمكن عايز أفكر مع حضرتك بصوت عالي، ويمكن هطرح طرحة قد يكون يعني بالنسبة لي عايز أوضح بيه بعض النقاط، ألا وهو أنه أنا آسف، في مثل هذا النوع من الصراعات المسلحة بتبدأ فورا تظهر انحيازات، طرف بيبدأ ينحاز أو يستقوي أو يميل لجذب قوة ما، تطلع القوة دي إقليمية أو غير إقليمية، لأنها تساعده وتسانده في هذا الصراع، والسودان يعاني من ذلك. يعني هناك قوة إقليمية، هناك قوة دولية بتساعد طرف، وقوة إقليمية وقوة دولية تساعد طرف آخر. ولما اتعمل المؤتمر علشان وقف هذه الحرب، لقيت حتى القوة الدولية التي تستخدم طرفي الصراع بتقول أيوة صحيح احنا عايزين نوقف الحرب. أنا استغربت جدا. هو طبعا ربما نسيت أن أشير إلى أن المعالجة الخاصة بالمسار العسكري، هناك برضه في البند الخاص لهذا المسار مناشدة الدول الداعمة لأي طرف من الأطراف المتصارعة بوقف هذا الدعم. زي ما حضرتك تفضلت، طبعا في دول إقليمية وقوى دولية بتدعم طرف ضد آخر، وهذا طبعا بيؤجج من الصراع. لكن طبعا هذه الدول سواء قوى أو دول لها مصالح، هناك صراع على الصراعات السودانية. يعني يمكن في البداية ما شرناش إلى أن السودان صحيح دولة كبرى ودولة مساحة كبيرة، لكن هذه المساحة غنية بثروات متعددة، صحيح، سواء من حيث الأراضي الزراعية، من حيث اليورانيوم، من حيث الذهب، من حيث المعادن، عندها ثروة بحرية، ثروة حيوانية ضخمة جدا طبعا. كل هذه الثروات بما فيها الموانئ، أنا أشرت إلى موضوع البحر الأحمر كرابطة ما بين مصر والسودان، هناك صراع على موانئ السودان في اعتبارات عديدة تتعلق بالقواعد العسكرية، اعتبارات أمنية تتعلق باستخدامها في لمصالح اقتصادية وتجارية. كل هذه الأمور بتزيد من حدة الصراع وبتزيد من حدة التدخل الخارجي. ففي المسار العسكري هناك إشارة إلى ضرورة وقف أي دعم من أي دولة أو قوة دولية لطرف ضد آخر. هل بتعتقد مع أساتذة سفير أنه هذه الدعوة المخلصة إلى أنه عدم دعم أي طرف من الأطراف بأي شكل من الأشكال عن طريق أي قوة دولية، هل هذه دعوة سوف تلقى قبول؟ وهل الدول التي سوف تعلن قبولها لهذه الدعوة المصرية المخلصة مستعدة فعلا للالتزام بمسألة وقف دعم أي طرف من الأطراف؟ هو طبعا هذه دعوة ومناشدة، يعني يتعين على الأطراف الإقليمية والدولية لاعتبارات تتعلق بالأمن والاستقرار، ويعني تمكين الشعب السوداني من أن يعيش حياة مستقرة آمنة وأن يقيم دولته، يعني ويؤمن شعبه من ويلات الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية. يتعين عليهم أن تكون هذه المصالح من خلال قنوات شرعية، من خلال علاقات طبيعية. أعتقد المجتمع الدولي عندما ينظر في هذه الأمور سواء على المستوى العلاقات الثنائية أو المستوى المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بمجلس الأمن عندما تصار قضايا السودان في مجلس الأمن، أعتقد سيكون هناك موقف
يؤيد مطالب الشعب السوداني، يؤيد ما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، بأن تصدر قرارات تدعم قراراته في مجلس الأمن. احنا شفنا أن مجلس الأمن بحث يعني تدخل إحدى الدول في هذا الصدد، وكان هناك حديث ويعني وقرارات صدرت في هذا الشأن. وأعتقد أن هذه الدولة وغيرها ستجد نفسها في موقف لا يعني يتعين عليها أن تعالج الأمور في إطار قانوني وليس في إطار من شأنه إثارة الأمن، زعزعة الأمن والاستقرار. صحيح. أنا بشكرك جدا سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق في يعني حديث حول تحليل الموقف السوداني، أو بالأدق توصيف الأزمة السودانية واللي دعت إلى انعقاد هذا المؤتمر، لأنه هو مؤتمر مبني على أهمية ما يحدث في السودان وخطورته الداهمة.